اهلا بكم مره تانية في هذا الصباح. امبارح انتهت بطوله يورو 2020 بفوز المنتخب الايطالي على منتخب انجلترا بضربات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الاصلي للمباراه. مباراه كانت قويه بتليق بنهائي بطوله امم اوروبا. سبقها كمان نهائي كوبا امريكا اللي حسمته الارجنتين لصالحها على حساب منتخب البرازيل. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها بشكل أكبر، بالإضافة طبعا لكلامنا عن المحليات وعن الدوري المصري، عن دوري أبطال أفريقيا، مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي أحمد سامي. أحمد صباح الخير. صباح النور. أهلا بيك طبعا في هذا الصباح. خلينا نبدأ معاك على طول باليورو. وكان في شوية مفاجآت كده حصلت من بداية البطولة، لكن كانت أخرها أنه المباراة بتاعت امبارح والفوز. أنت كنت متوقع أصلا إيطاليا تفوز؟ في البداية الصراحة لا، انا كنت متوقع فرنسا هي اللي تفوز، وحتى عملت التوقعات اللي هي بتاعت الابلكيشن بتاع البطوله، مشيت فرنسا لغايه النهائي ان هي في الاخر اللي تاخد البطوله. كنت متوقع ان الهجوم بتاعهم لما يبقى فيه بنزيما ومبابي ومش عارف ايه وجيرو وجريزمان مع بقيه الفريق كان عنده عناصر مكتمله بشكل مش طبيعي، كان بالنسبه لي منطقي جدا ان فرنسا اللي تكمل الاخر. هو كمان استكمالا لكلامك، بس انه خروج اصلا فرنسا كان صدمه لناس كتير، يعني الناس كانت بتقول بطل العالم وازاي خرج مستوى كان متواضع بشكل غريب جدا. يعني انا متوقعتش انها تسلم بالسهوله دي. انا كنت متوقع انهم يكملوا للاخر ويكملوا للنهائي، بس طبعا يعني ايطاليا هي اللي خطفت الاضواء ماتش في الثاني في الثالث، ما ضيعتش نقطه من رصيدها، فضلت تكسب كلين شيت في اول ثلاث ماتشات، وبعد كده فرضوا اسلوبهم على بقيه المنتخبات. يعني هم قدموا الشكل العادي بتاع ايطاليا المعتاد بتاعهم وطوروا عليه كمان. يعني مانشيني قدر يطور على الشكل العادي بتاع الكره الايطاليه، اداله شكل هجومي زياده مع الشباب الصغيرين اللي كانوا بيلعبوا في المنتخب، وده اللي وصلهم في الاخر لللقب. طيب انجلترا شفتها ازاي؟ شفتها لعبت ازاي ووصلت ازاي ومشوارها عموما كان عامل ازاي؟ والله انجلترا برضو انا حاسس ان هي رغم ان النتائج الكويسه اللي عملتها، بس هي يعني اقوى فريق قابلته كان كرواتيا في الطريق، بما ان كرواتيا كانت فاينل كاس العالم اللي فات، بس برضو انجلترا اقدر اقول ان هي ما قدمتش كافه اوراقها، لان ساوث جيت كان دايما بيلعب وهو خايف. وده اللي بان امبارح. يعني لما ندخل في تفاصيل ماتش امبارح، لا هو ده دي مش امكانيات منتخب انجلترا، هو عنده اوراق اكبر من كده بكتير واقوى من كده بكتير، وممكن يقدم كوره احسن من كده بكتير، وده اللي عمله امبارح في الشوط الاولاني من الماتش قبل ما يرجع يخاف ويسحب اوراقه. هي كمان تصريحاته كانت قبل المباراه هاديه كده، يعني اللي هو هنلعب بالطريقه المعتاده، مش عارف يعني كان في تصريحات كده ما فيهاش حماس. هو بيحاول ان هو يشوف بس الدنيا ماشيه ازاي، وهو اتصرف صح. يعني احنا لو هنتكلم عن مباراه ايطاليا امبارح، ساوث جيت درس منتخب ايطاليا كويس جدا، وبعد ما درس وتعامل معاه الشوط الاولاني بمنتهى القوه وتعامل معاه بشكل كويس جدا، وبشكل يبين ان هو فعلا دارس وفاهم مفاتيح لعب منتخب ايطاليا ازاي، وقدر يغفلهم في اول المباراه. ده جون مبكر في اول دقيقتين قلب الماتش خالص، خلى ايطاليا هي اللي بتحاول. ايطاليا اول مره في البطوله دي تستقبل هي اول جون. يعني ايطاليا كانت دايما هي اللي بتسجل الاول، وماتش اسبانيا بتاع الادوار الاقصائيه اسبانيا تعادلت في الدقيقه 80، كانت ايطاليا متقدمه الاول. بلجيكا ايطاليا حطت الجونين الاول، بعد كده بلجيكا سجلت جون وفضلت بقيه الماتش بتحاول تتعادل. انما امبارح ساوث جيت عمل اللي ما حدش قدر يعمله، هو اللي ابتدى يسجل في ايطاليا الاول في اول دقيقتين، فعمل حاله ارباك في منتخب ايطاليا. فانت كده عملت اللي انت عايزه، ليه بقى خايف وليه بترجع اللعيبه بتاعتك وليه يعني احترم ايطاليا زياده عن اللزوم؟ الاحترام لما بيبقى زياده عن اللزوم بيقلب لخوف بعد كده. صحيح. فده اللي ضيع منه الماتش. النهائي بين انجلترا وايطاليا انت اصلا كنت متوقع، يعني لو استثنينا فرنسا من الموضوع على اعتبار ان دي اللي انت كنت فاكر او متوقع انه منتخب يكسب، لكن النهائي ده انت كنت متوقعه؟ والله كان في بلجيكا كمان المفروض ان هي برضه منتخب، يعني ده الاولى في التصنيف العالمي على المنتخبات، وعندهم اسامي قويه وعملاقه في كل الخطوط برضه. وكانت مقدمه مستوى كويس، طلعت البرازيل من كاس العالم اللي فاتت. لا ما فيش، يعني كان صعب قوي ان انا اوصل لايطاليا وانجلترا دي غير في الاخر بقى لما ابتدت ايطاليا تشد وتطلع فريق ورا الثاني من الفرق الكبيره، فابتدينا بقى نوصل لصوره ايطاليا وانجلترا لما ايطاليا اتحطت قدام اسبانيا وانجلترا قدام الدنمارك. لكن قبل كده كان صعب، كان في فرق كتيره وكان الاختيارات اكتر، يعني حاسس ان انت كنت قدامه في مفتوح مليان بقى حاجات كويسه ومش عارفه تختاري مين ولا مين من كتر القوه، ومستنيين بطوله قويه، وايطاليا كانت اخر اختيار بالنسبه لي. طب خليني اسالك، ايه اللي خلى ايطاليا توصل انها تكون بطل اليورو؟ يعني ايه العوامل اللي خلت ايطاليا منتخب ايطاليا يوصل للمرحله دي؟ بصي، هو منتخب ايطاليا كان في نكسه قريب جدا ان هو ما قدرش يصعد لكاس العالم اللي فاتت اللي هي بتاعت روسيا. فروبرتو مانشيني المدرب بتاع ايطاليا اشتغل على مواطن ضعف منتخب ايطاليا اللي ما خلتوش يعدي التصفيات
وقدر ان هو يطور منها، دي اول حاجه. تاني حاجه اللعيبه اللي في منتخب ايطاليا دلوقتي طالع من دوري ايطالي موسم قوي جدا، في لعيبه صغيره كتير قدمت مستوى كويس، وحتى اللعيبه اللي هي سنها مثلا عدى 30 عندها من الخبره ومن القوه الكافيه انها تقدر تلعب. يعني امبارح كان في كيزا الصغير ده كان بيلعب، كيزا ده اول موسم ليه مع يوفنتوس، عمل موسم كويس بس ما ظهرش فيه قوي قد ما ظهر في البطوله، كان من مفاجات البطوله. في لورينزو انسيني في الهجوم، في دوناروما ده عيل صغير ده عنده 22 سنه او 23 سنه في الجون. يعني حتى كل المعلقين لما كان بيحتفل بعد كل مباراه كانوا بيوصفوه بان هو طفل، ان اول مره في حياته يشوف بطوله زي دي ويلعب فيها بطوله كبار. فهو قدر ان هو يعمل توليفه من الشباب الصغيرين دول مع عناصر الخبره اللي في المنتخب زي كليني وبونوتشي اللي هم المساكين بتوع الفريق وكباتن، وقدر من خلال التوليفه دي وخبره اللعيبه الكبيره مع حماس اللاعبين الشباب والقدره التكتيكيه بتاعت الطليان عامه، قدر ان هو يوصل للمنتخب اللي هو اللي خد البطوله امبارح ده وقدم لنا الصوره الجميله دي. لكن السعاده كانت امبارح يعني الحقيقه انا كنت مبسوط جدا، شفت ان في اصلا مصريين كتير بيشجعوا ايطاليا. انا بحب ايطاليا جدا وبشجع ايطاليا جدا ومن ايام، وكذا واحد يقول لك ده روبرتو باجيو اللي حببني في الكوره، ده باولو مالديني اللي خلاني بحب الكوره. ايطاليا طول عمرها ليها سحر كده في الكوره والناس بتحبها رغم ان هي مدرسه دفاعيه والكاتيناتش اللي هو بتاع التقفيل الدفاعي والكلام ده كله، بس لا ايطاليا دايما هي تحس ان متعه كره القدم رغم مثلا ان الدوري الانجليزي عاده بيحظى بمتابعه عاليه جدا من المصريين، لكن لما تيجي تلعب بالمنتخبات يعني يبقى الموضوع مختلف الدوري شويه. الدوري الانجليزي واخد الصيت ده اولا عشان خاطر الدوري الانجليزي بيضم مجموعه كبيره جدا من المحترفين الاجانب اللي بتدي الدوري الانجليزي القوه بتاعته. ثانيا سبحان الله دايما بيبقى في لعيب مصري بيخلينا انظارنا تتوجه للدوري الانجليزي، ميدو، عمرو زكي، محمد صلاح، محمد شوقي، تريزيجيه، كل الناس، محمدي. فاحنا دايما متحمسين ورايحين ورا الدوري الانجليزي. دوري ايطاليا لما كان صلاح هناك كنا بنتابع فيرونتينا وبنتابع روما وفرحانين بادائهم وبتاع، بس انا عامه انا ميلانيست، انا بشجع الميلان من زمان وبحب الكره الايطاليه، وبالنسبه لي امبارح كنت سعيد بصراحه. بس حتى بعيدا عن صلاح يعني انا بشوف مصريين كتير بيحبوا الفرق الانجليزيه بشكل عام، يعني الفرق بتحس كده ان في عارف حماسه ناحيه الفرق الانجليزيه، لكن ناحيه منتخب انجلترا بيبقى فيه شويه تفضيلات لايطاليا فرنسا. عشان دايما الدوري الانجليزي فيه لعيبه محترفه كتير، يعني ارسنال الناس اللي كانت بتحب زمان يقول لك عشان مثلا تيري هنري موجود ومش عارف مين في مانشستر يونايتد ومين في تشيلسي ومين مش عارف ايه. منتخب انجلترا ده كان دايما عنده مشكله، المنتخب ده ما خدش لقب في حياته غير سنه 66، فما قدمش، ما وصلش نهائي في حياته غير 66 والنهائي بتاع امبارح. صحيح. فهو ما قدمش حتى اللي يخليه يجذب قلوب المشجعين، يخلي الناس تستمتع بالكره بتاعته، رغم اسامي كتير. يعني فتره من فترات كان في بيكهام وجيرارد ولامبرد وروني وكان في لعيبه كتيره اساميها كويسه، بس ما بتقدمش المتعه اللي ايطاليا بتقدمها. طيب خلينا نروح بقى لمكان ابعد شويه، كوبا امريكا. واحنا بنتكلم هنا عن كان في الحقيقه مشاهد، احنا شفنا طبعا ميسي كان الناس فرحانين جدا انه ده، انا عايزك كمان تقول لي الجزئيه دي، انه ده النهائي اللي فاز فيه ميسي مع المنتخب، يعني منتخب الارجنتين الاول، صح؟ أول بعد مرة ما شارك اكتر من مره، اول مره ميسي ياخد لقب مع الارجنتين بعد كل العمر ده. ميسي خد مع برشلونه كل الالقاب الممكنه، دوري ابطال اوروبا، دوري اسباني، كاس اسبانيا، كاس عالم للانديه. ميسي اول مره ياخد لقب مع الارجنتين بعد محاولات كتيره فشلت وبعد ياس كبير جدا، فكان في حاله من التعاطف كبيره جدا مع ميسي. ده حقيقي، الناس كلها كانت عايزاه ياخد اللقب مع الارجنتين وكانت متحمسه له وكانت مستنيه يكسب اللقب ده. حتى يعني هو على مواقع التواصل الاجتماعي كده انت تابعت، يعني حتى اللي ما بيشجعش اصلا الناس كلها متعاطفه مع ميسي وفرحانه، واللي ملوش في الكوره او مش متابع الكوبا ويورو واخده اكتر لا هو مستني. يعني هل كان فوز الارجنتين مستحق من رايك؟ والله هو في يعني في نقطه سابقه عن كده انا كنت قلت ان البرازيل عندها افضليه عن الارجنتين. بص هو كل الناس كانت متوقعه ان النهائي يبقى برازيل الارجنتين، هو كان طبيعي ان هم يوصلوا للمرحله دي لانهم اقوى فرقتين في القاره، وده كلاسيكو القرن زي ما بيسموه او كلاسيكو الارض بين الفرقتين. ولكن البرازيل كان عندها افضليه في ان هي عندها في كل خط لعيب او اتنين ومستوى متقارب ومستوى كويس، بس المباراه النهائيه كان فيها حماس غريب للعيبه الارجنتين، كانت بتلعب بقوه، خطفت الجون في الشوط الاولاني، بعد كده كان في محاولات رايحه جايه من الفرقتين. بس لا الارجنتين داخله تحس ان هم كلهم عايزين ميسي ياخد اللقب ده وهم كلهم عايزين ياخدوا البطوله دي. وكانت المباراه يعني المباراه كانت قويه وكويسه، بس هي في الاخر الارجنتين فعلا استحقت اللقب ده. طيب على الجانب الاخر احنا شفنا مشهد لنيمار وهو بيبكي، واحنا قلنا حتى انه كان في ناس تانية متعاطفه مع البرازيل. البرازيل انت شايف ادائها كان عامل ازاي؟ البرازيل ايه اللي خلاها تخسر؟ البرازيل عندها لعيبه كتيره كويسه، بس هي المشكله في اللعيب البرازيلي دايما بعيدا عن الاجيال القديمه اللي هي كان اخرها رونالدو البرازيلي الظاهره وريفالدو والناس دي،
الجيل الجديد كله بتحس ان هو مايل للاستعراض اكتر. يعني نيمار مثلا مفيش جمعيه كبيره قوي في ادائه لما تشوفيه مع باريس سان جيرمان او مع منتخب البرازيل، كان معاه روبرتو فيرمينو بتاع ليفربول، كان معاه تشارلسون بتاع ايفرتون، مفيش جمعيه اللي توصلهم لان هم يبقوا المنتخب الذي لا يقهر بتاع زمان بتاع البرازيل اللي كان الناس كلها بتخاف منه. يعني بلجيكا طلعته من كاس العالم، قدام الارجنتين كان ادائهم هزيل، في المباريات اللي قبل كده برده ما كانش هو ده اداء القوي بتاع البرازيل اللي هي تخوف برده الناس. فلا البرازيل لسه قدامها شويه، نيمار عنده بيغلب على طبعه الفرديه شويه والاستعراض في الاداء. مفيش اللعيب القوي اللي يقود منتخب البرازيل، مفيش القائد، مفيش اللعيب اللي بيوزع اللعب اللي يخلي اللعب كله ماشي بشكل كويس. غير قبل كده كان في دايما البرازيل بيبقى فيها عناصر مميزه وكنا دايما بنحب نتفرج عليهم، على رونالدو على كاكا على روبرتو كارلوس على كافو والناس دي كلها. لا دلوقتي في استعراض، وفي تحس ان هم مثلا عايزين يلفتوا نظر انديه تشتريهم، عايزين يستعرضوا، عايزين يحسوا ان هم اقوى من الباقيين. مفيش الجمعيه اللي كانت موجوده عند منتخب الارجنتين اللي ساعدته، يعني هي الجمعيه اللي رجحت كفه الارجنتين اكتر. البرازيل زي ما بقول لك عندها ستارز كتير في كل الخطوط بتاعتها، بس لا الارجنتين هي اللي قدمت اداء في الاخر يعني كويس. الجون اتخطف، دي ماريا خطف الجون في لحظه من او في غفله من دفاع البرازيل. أيوة. بس في الاخر البرازيل ما قدرتش تعمل حاجه بكل الاسامي اللي عندها. ايه اللي خلاك تقول لي انه كان متوقع انه يكون الارجنتين والبرازيل؟ ليه في كوبا امريكا دايما ما بنشوفش تنافس زي البطولات الدوليه الثانيه؟ والله يعني المدرسه الكرويه في البرازيل والارجنتين هي اللي دايما بتقدم لعيبه اقوى من الفرق الثانيه. يعني هتلاقي بالفريق الثاني مثلا هتلاقي في كولومبيا خيمس رودريجيز لعيب لوحده، هتلاقي مش عارف فين لعيب مميز ثاني، حارس مرمى كوستاريكا كيلور نافاس، هتلاقيه في كل فريق لعيب او اتنين لعيبه. انما دايما القوه الهجوميه الغاشمه او النجوم او الاسامي بتبقى في البرازيل والارجنتين. دايما المدارس بتاعتهم بتقدم لعيبه مميزه من زمان، من ايام مارادونا وبيليه. يعني هو التنافس دايما ان يبقى في لعيب برازيلي ولعيب ارجنتيني ضد بعض في كل مكان. زي بقول لك ايام مارادونا وبيليه كان في رونالدو الظاهره، كان في قبليه باتستوتا في الارجنتين، كان في مش عارف مين، دايما تلاقي في هنا لعيب نجم وهنا لعيب نجم. فهي دايما في الاخر بتصفصف على البرازيل والارجنتين مهما كانت الاجيال متعاقبه، هم دايما في الاخر بيوصلوا. بس ده مش مقياس، يعني في قبل كده تشيلي خدت بطولتين ورا بعض وبعيدا عن الاثنين، لكن السنه دي كانت الاقوى، كان الفريقين المميزين اكتر هم كانوا البرازيل والارجنتين، وده كان باين من وكان السبب الرئيسي اللي انت قلت عليه اللي هو مساله فقدان العمل الجماعي في المنتخب البرازيلي بشكل كبير جدا. يعني تيتي اللي هو مدرب البرازيل حاول يقدم الموضوع ده، وحاول ان هو من خلال المباريات اللي قبل كده ان هو يحاول يعمل توليفه يخلي اللعيبه تلعب بشكل جماعي مع بعض، وقدر يعمل كده بشكل ما. بس في الاخر لما دخل فيهم الجون وحاول ان هم يرجعوا تاني كان الموضوع صعب عليهم. الارجنتين كانت يعني خلاص قفلت الملعب بلغه الكوره زي ما بنقول كده، وما ادتش فرصه للبرازيل انها ترجع. طيب احنا معانا صوره، كان في مشهد كده امبارح، وطبعا كان في المباراه بتاعت امبارح، انا برجع تاني لليورو. كليني وهو كان بيشد، كان في يعني هي الصوره معانا على الشاشه. انا عايزك تعلق لي على الصوره دي، لانه الحقيقه الصوره دي كانت منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. ده ساكا لاعب ارسنال الصغير، فاللي هو يعني خلاص بقى ايطاليا تعادل 1-1. احنا رايحين احنا دي كانت في الاشواط الاضافيه، احنا رايحين للنهائي، رايحين لضربات الجزاء. كليني ما عندوش استعداد، انت رايح فين؟ تعالى انت احنا تعبنا وشقينا طول البطوله دي. دي بنسميها الجرينتا، الجرينتا اللي هي الروح القتاليه بتاعت الطليان اللي صحيح. هي طول عمرها معروفه. ما انا لسه كنت هقول لك انه يعني اللعب العنيف او اللعب مش يعني اللعب اللي هو انا بقاتل مش بلعب كره بس هو عنف نابع من الطاقه بتاعه اللعيبه الطليان. الجرينتا دي دايما هي اللي بتخلينا بنحب اللعيبه الايطاليين، وبنحس ان هم دايما عندهم استقتال على الكوره وعلى اللقب. فرق السن بين الاثنين دول كبير جدا. كليني مثلا بنتكلم في 36 37 سنه، وساكا ممكن يكون مثلا 19 او 20 سنه، لسه صغير جدا، دي اول بطوله برده كبرى في حياته. اللي هو كليني انت معدي، انت راح فين؟ اللي انت هو مش هتجيب جون، انت زي ابني. شده نزله في الارض. كانت لقطه عنيفه جدا، بس هي بتبين قد ايه ايطاليا كانت مصممه على الفوز وكانت متمسكه بيه اكتر من انجلترا اللي فعلا خافت. وساوث جيت لا يعني 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 بنقول ايه، كبح طموح انجلترا. يعني قدر ان هو يشد الموضوع. انجلترا مش بتاع الدفاع، انت ما ينفعش تجيب جون وتدافع قدام ايطاليا، ده هي دي المدرسه اللي بتعمل كده. يعني ما حدش قدر يعمل كده قدام ايطاليا غير يمكن مصر لما احنا جبنا جون بتاع محمد حمص، وبعد كده عملنا عليهم المدرسه بتاعتهم ودافعنا وكسبناهم. لكن امبارح ده ما كانش، انجلترا ما كانتش هتعمل كده. يعني ايطاليا لما عملت كده مع بلجيكا مثلا جابت جونين الاول، وبعد كده ابتدت ترجع، خدت جون من لوكاكو وخلاص بقى قفلنا على كده. انما امبارح انجلترا اكتفت بجون في الدقيقه 2
لسه بدري جدا ان انت تدافع قدام ايطاليا. كان في مشاهد تانية مختلفة عن المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي، يعني في مشاهد علقت في ذهنك كان فيها شكل من اشكال القتال او اللعب العنيف من المنتخب الايطالي؟ كان في لقطة تانية لبونوتشي المدافع بتاع اللي هو اللي مع كليني، برده هو عنصر الخبرة التانية في الفريق، برده في كرة تانية لعيب بتاع ايطاليا اعتقد كان كيزا كان مجري من قدامه او برناردسكي وراح زقه مطلعه بره الملعب التاني نزل على وشه، فتحس ان هم لا مش ويزعقوا كده بعد اللعب، يزعقوا لبعض ويشدوا من بعض ويفوقوا بعض تاني. هي الجرينتا بتاعت ايطاليا دايما جميله ودايما معروف ان هي بتخليهم يصمدوا في وش اي منافس. يعني هو زي ما بقول لك احنا في اول بطوله كنا متوقعين فرق كتيره جدا ومستويات. ايطاليا عملت ماتش جامد جدا قدام بلجيكا، عملت ماتش صعب جدا قدام اسبانيا وعدت منها بصعوبه. فلا الروح القتاليه اللي عندهم والخبره والتوليفه بتاعت الشباب والخبره دي هي اللي فرقت معاهم جدا امبارح. شفت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المباراه؟ كانت ايه؟ يعني كانت رايحه في انهي اتجاه؟ كلها رايحه في اتجاه ايطاليا، انا ما شفتش يعني انا شفت واحد او اثنين نادرين كده بيشجعوا انجلترا، بس لا كله رايح ناحيه ايطاليا، كله بيستعيد امجاد الكره الايطاليه. الناس ابتدت تحط صور بقى روبرتو باجيو وباولو مالديني والساندرو ديلبيرو والناس القديمه دي. الناس كلها فرحانه ان ايطاليا كسبت، الناس مبسوطه يعني. بعدين ايطاليا اصل بقى لها كتير قوي بعيد، يعني عارفه اللي هو البطل اللي غايب عن الاضواء بقاله كتير جدا وغايب عن منصات التتويج. اوروبا كانت بين فرنسا وبين اسبانيا، البرتغال دخلت شويه خدت دوري الامم الاوروبيه وخدت يورو ورجع تاني مستواك متواضع السنه دي في البطوله دي، لكن الناس كلها كانت فرحانه ان ايطاليا رجعت تاني وهي مصلحه لاوروبا. يعني كده منتخبات اوروبا كلها بتقدم مستوى كويس، ايطاليا ممكن تكمل على كده، عندها نص نهائي دوري الامم الاوروبيه وعندها تصفيات كاس العالم، فلو كملت على المستوى ده، لو فرنسا قدرت تفوق تاني بعد الكبوه بتاعه البطوله دي، لو بلجيكا قدرت تطور وتتلاشى الاخطاء بتاعه البطوله دي، هيبقى قدامنا منتخبات قويه جدا، وبتبشر ان هيبقى في بطولات ممتعه لينا احنا كمشاهدين، احنا في الاخر المستفيدين من كل الكلام ده. اكيد طبعا اكيد، كنت لسه هقول لك اصلا اللي كل اللي بيحصل ده اصلا المشاهد اللي بيشجع الكوره هو اللي هو المبسوط. احنا كل غرضنا ان احنا نتفرج على حاجه ممتعه في الاخر. طب خليني اروح بقى معاك لحاجه محليه شويه، يعني لازم ان احنا نتكلم عنها. يعني خلينا على السريع كده تقول لي ترتيب او مش ترتيب، توقعات فيما يخص الدوري المصري الممتاز. بتشوف ازاي الدنيا؟ لسه في طبعا مباريات مؤجله ولسه في مباريات هتتلعب، لكن عايز اعرف منك رؤيتك كده للي حاصل بعد كمان ما فاز الاهلي على المقصه. والله هو المشكله في فرق المباريات الكبيره كان في تقليص، يعني قصدي للفارق حصل هو بس المشكله ان الاهلي عنده كميه مباريات مؤجله كتيره جدا، لو حسمها هي ب 12 نقطه، فطبيعي ان هو هيتصدر بعدها. بس هي المشكله ان احنا عندنا دلوقتي احنا داخلين على 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 اولمبياد، في منتخب اولمبي رايح يلعب اولمبياد باسم مصر، واخد لعيبه كتيره جدا من كل الانديه المصريه، في منتخب اول بيحاول ان هو يستعد عشان خاطر يدخل المنافسات اللي جايه من تصفيات افريقيا لتصفيات كاس العالم للكلام ده كله. فاحنا يعني عايزين الموضوع يمشي بانتظام شويه. امبارح البطولات بطوله اوروبا ما اتلعبتش غير بعد ما الانديه كلها خلصت والدوريات الاوروبيه كلها خلصت، الاولمبيات اللي جايه برده كل المنتخبات داخله بعد ما كل الانديه خلصت البطولات. الاعتراض بس ان الاولمبياد ممكن تبقى في فتره الاستعداد بتاعت بدايه الموسم، انما احنا دايما عندنا في مشكله، في ترحيل في المواعيد، في تاجيل كتير جدا. طبعا الاهلي مأجلين في ماتشات عشان خاطر عنده نهائي دوري ابطال افريقيا. صحيح، ما ده كمان هنتكلم عنه. جنوب افريقي. بس برضو انا شايف ان الترحيلات يعني احيانا بيبقى مبالغ فيها، زي مثلا تاجيل ماتش الزمالك واسوان في الكاس. بحس ان في تخبيط في المواعيد وفي اختيار المواعيد المؤجله، بحس ان في ادوار بتتلعب قبل ادوار، بحس ان الموضوع مش 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 مدروس زي ما بنشوف بره. لكن بتاثر على ايه بالظبط يا احمد؟ يعني بتاثر على الاداء الفريق ولا بتاثر على ايه؟ بصي اقول لك على حاجه، انت دلوقتي لما تبقي لما يبقى فريق كوره وبيلعب ماتشات منتظمه مثلا سي مرتين في الاسبوع، فهو خلاص داخل في المود بتاع المنافسه وداخل في مود اللعب وجاهز للعب وعنده التدريبات واللياقه البدنيه مرتفعه عند اللاعبين. انما لما تيجي تقعديهم ثلاث اسابيع ما تلعبهمش وتقومي مأجله لهم ماتش بعدها بشهر او يقعدوا اسبوعين او الكلام ده كله، بيأثر عليهم كتير جدا. يعني احنا ضد ان احنا نضغط الماتشات كلها مع بعضها وضد ان احنا نبعد بينهم. انت فاهماني؟ يعني كان في مثلا نرجع ليورو 20 ان كان في نسبه اصابات عاليه نوعا ما بسبب تلاحم المباريات، مثلا بسبب كورونا ان احنا ضغطنا المباريات كلها واللعيبه كانت بتلعب مباريات كتير ورا بعضها. واصلا كان في كمان تحديات كتير، كمان فكره انه يبقى في اكتر من مدينه، ده كان الموضوع يعني كان يعني هو كان من المفروض ان هو الموضوع ده اصلا معمول من زمان من قبل الكورونا، المفروض ان هو كان من اكتر المدينه دي كانت فكره جديده لليورو، المفروض كانت تعمل السنه دي.
او السنه اللي فاتت بمعنى اصح، هي كانت يورو 2020 وهي كانت فكره من البدايه. يعني هي كانت احيانا كان بيبقى في مدينه او مدينتين او ثلاثه، بس مش بيبقى متعب والله. ما هي كل مدينه لا، ما هو الفريق ما بيلعبش ماتش هنا وبعد كده يروح بلد ثانيه، لا هو المجموعه بتاعته كلها في نفس المدينه. يعني مثلا مجموعه انجلترا كانت في ويمبلي، ممكن دور الثمانيه يروح مدينه ثانيه، دور ال 16 يروح مدينه ثانيه، بس هيبقى فارق ايام. انما المجموعات كلها اللي هي المباريات اللي ورا بعضها مثلا اللي بقى لها 3 ايام او 4 ايام بتبقى في نفس المدينه الواحده. هولندا كانت بتلعب ماتشاتها في امستردام، مش عارف مين كان بيلعب في باكو في اذربيجان، لندن طبعا في ويمبلي اللي اتلعب بعد كده فيها السيمي فاينل والفاينل. فهي الفكره كانت نوعا ما برضه هناك تحس ان هم مدخلين السياسه والاقتصاد في الموضوع، احنا عايزين ننشط السياحه صحيح في اكتر من مكان في اوروبا. فهي دي كانت الفكره بتاعتها. رجعت تاني للنقطه، عايزه ارجعك تاني للنقطه اللي انت كنت بتتكلم عليها، وهي مساله انه رغم ان كان في اصابات ورغم ان كان في ضغط شويه، الا انه كان في استكمال قصدك للاستعدادات وللمباريات، ما كانش في تاجيل. لا 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 خالص يعني، وكان في حالات كورونا وكان في عزل وحجر صحي للاعيبه كتير. يعني في لعيبه كتيره جدا غابت عن الماتشات او عن البطوله بشكل كامل بسبب كورونا، بسبب دخولهم العزل الصحي او العزل الانفرادي بسبب كورونا. لعيب ما عندوش اي حاجه، بس هو خالط اللعيب اللي عنده كورونا اتعزل هو كمان. فكان في استثناءات كتيره في موضوع القوائم بتاعه اللعيبه في البطوله دي، عشان خاطر كان لازم يعني هم خلاص كانوا واخدين قرار ان كل حاجه لازم تمشي. امبارح الاستاد كان فيه 60,000 متفرج. يعني طيب بص، خلينا كمان نتكلم عن، احنا شفنا لقطات قتاليه ودفاعيه وانتقاميه، عايزين بقى نعرف ايه اللقطات اللطيفه اللي شفتها، او الحاجات اللي حتى لو كانت للمشجعين، او حتى لو كانت لل يعني لبعد الماتش، حاجات لطيفه شفتها او والله هي طبعا حسيت على مواقع التواصل. يعني امبارح كانت المواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاخباريه كلها بتنقل المشجعين اللي بيتفرجوا قدام الشاشات العملاقه اللي ما قدروش يروحوا الاستاد. طبعا بريطانيا رغم ان هي فاتحه الموضوع في الاستاد وكان في اكتر من 60,000، بس كانوا عاملين اجراءات برضو ومشددين شويه على دخول دول اوروبيه معينه لانجلترا، فالناس كانت بتتفرج في بلادها. مشهد الطليان هم بيتفرجوا قدام الشاشات وبيفرحوا مع بعض وبالتيشيرتات وواقفين كلهم وكميه كبيره جدا من الناس، كان جميل. مشهد الهوليجانز الانجليزي هم بيضربوا في المشجعين الطليان الغلابه اللي كانوا في لندن، كان مؤسف وكان يزعل يعني، صعب عليا جدا. هو ده العادي، احنا كنا حتى قبل الفقره كنت بقول لك ايه، بقول لك دايما جمهور انجلترا الهوليجانز بتوع انجلترا مفيش فايده فيهم كل مره، حتى لما بيبقى في بلد ثانيه سبحان الله لازم برضه يبقى فيه مشاكل. انا فاكر مره كان في بطوله كانت بتتعمل في تركيا بين فريق انجليزي وفريق تركي، اعتقد كان جالاتا سراي التركي، والهوليجنز جايين يعملوا كده في تركيا، بس الاتراك كانوا اغبياء عليهم شويه وزعلوهم هناك. انما الطليان غلابه وشعب بتاع بيتزا كده وناس لعيبه امبارح كانوا عايزين يتفرجوا وفرحانين وتيشيرتات وبتاع، والانجليز طلعوا يعني في الاخر غلهم عليهم وساعدوهم. ده كان مشهد فعلا مؤسف شويه. طيب ايه تاني اكتر حاجه لفتت نظرك على مواقع التواصل بقى من تفاعل المصريين كمان؟ والله الناس سابت الماتش وسابت الكوره وسابت كل حاجه، قال لك الناس دي مش لابسه كمامات ازاي؟ كانوا يعني كان الموضوع شددهم جدا، يقول لك الناس دي كلها مش لابسه كمامات ازاي ومش خايفين من كورونا ولا ايه؟ على اساس ان احنا اصلا قايلين الكمامات في كل لا اللي هو بص يعني هو عايز عارف انت اللي هو ايه، احنا عايزين نعمل حاجات كوميديه كعاده الشعب المصري. احنا بتبقي شايفه الحاجه الطبيعي ان تشوفيها من منظور واحد، احنا بنشوفها من مليون منظور، بنقعد نلف حوالين الحاجه. وبعدين خلي بالك احنا في الرياضه يعني احنا عندنا المصريين كلهم محللين. لا وبعدين غير كده بقى، بره الكلام ده الله، حلوه التيشيرتات اللي هم كانوا لابسينها، ده المشجعين بتاعتهم ستات كتير. لا الموضوع امبارح كان كوميدي جدا يعني، كان في الحياه تعليقات. بس انا كنت طالع بقى خلاص بقى بجرعه شبعان كوره من الماتش بصراحه، كان مديني جرعه كويسه جدا، خصوصا ان هو وصل لضربات الجزاء، فما كانش عندي استعداد ان انا اخرج من المود ده. خليني اسالك بقى سؤال على السريع كده، الاهلي وكايزر تشيفز في دوري الابطال. والله الطبيعي الاهلي بعد المستوى اللي قدمه امبارح قدام مصر المقاصه والطفره اللي موسيماني، مش هنقول طفره بس هنقول ان هو برده طيب طور. قول لي بسرعه، متوقع مين او يكسب او مين؟ الاهلي. الاهلي متوقع الاهلي. طيب عموما انا بشكرك جزيل الشكر يا احمد ان انت كنت موجود معانا. احمد سامي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك.